size and position of an image بالcase 5 آخر case بحالة ال converging lens رح نحط ال object بين ال object focus F وال optical center O. Place an object AB at distance FD center O. يعني ال object موجود بين ال O وال F. مثل العادة issue from B incident ray propagating parallel to optical axis بكمل من خلال ال image focus F prime. Issue from B incident ray propagating through optical center بكمل undeviated. هلأ المفاجئ هون إنه ال emergent rays تنيناتن مستحيل يعملوا intersection. بهيدا الكيس بدنا نضطر نرسم prolongation لهيدا ال emergent ray وبدنا نرسم prolongation لتاني emergent ray. مطرح ما بيتقاطع ال prolongation هون بيطلع معنا ال B prime. هون إذن الفكرة الجديدة يلي عم بتصير معنا ال B prime يلي هي ال image of B results from the intersection of the prolongated rays يعني من ال rays يلي هن extended ومنرسمون داشت. وبرجع بذكر وبشدد على إنه ال incident ray بينرسم straight line وال emergent ray كمان بينرسم straight line بس ال prolongated ray بينرسم داشت وهودي عليهم علامات بالامتحان. هلأ الـ A prime يلي هي الـ image of A results from the perpendicular أو الـ orthogonal projection يلي منرسمه من الـ B prime على الـ optical axis وبتطلع معنا الـ A prime. بالنسبة للـ characteristics تبع هذه الصورة أول شيء هي virtual. طبيعي تكون virtual لأنه هي نتيجة تقاطع الـ prolongated rays مثل ما شايفين هون على الرسمة ولأنه الـ object والـ image اثنيناتهم موجودين على same side بالنسبة للـ lens. بالنسبة للـ direction طبيعي نقول أنه الـ A prime B prime erect with respect to AB هي نفس اتجاه الـ object يعني الـ object هيدا اتجاهه. الصورة رح تكون نفس الاتجاه with two terms virtual and erect مترابطين ببعضهم. بالنسبة للسايز نفس الأسلوب يلي شرحناه من شوي منعد السكويرز بين الـ A prime والـ B prime. عندي مربع 2 3 فبقول 3 مربعات بضرب بالـ vertical scale يعني ضرب 2 سنتيمترز فبيطلع عندي السايز 6 سنتيمترز. أما بالنسبة للposition بعد المربعات من الـ O للـ A prime مربع ونص تقريباً وبضرب هالمرة بالهوريزونتال سكيل يعني 1.5 ضرب 3 سنتيمترز تعطيني 4.5 سنتيمترز. إذا رحنا على التكنولوجي هيدي الحالة بتشبه حالة الماجنيفاير. نحن لما منتطلع من خلال المكبر منشوف أوبجكت صغير يعني إذا اطلعنا من خلاله على أحرف كتاب أو على حشرة كتير صغيرة مثلاً أو على عشبة كتير صغيرة هيدا المكبر رح يعطينا صورة كبيرة لإلها. ومن خصائص هالصورة الكبيرة إنه بتكون virtual ونفس اتجاه الأوبجكت يعني جالسة مثله وبتكون كتير كبيرة. مشان هيك نقدر نحنا نتفحص تفاصيل أي جسم صغير من خلال الماجنيفاير.